نقل أكثر من 100 شخص معظمهم أطفال إلى المستشفى في أعقاب حريق في إقليم فوجيان بالصين، واندلع الحريق في محل لبيع الزهور بمجمع تجاري، لكن النيران وصلت إلى روضة للأطفال في الطابق الثاني. وقال مسؤولون محليون أن رجال الإطفاء أنقذوا أكثر من 300 طفل عبر إلقائهم من النوافذ على أغطية لحمايتهم من الاختناق جراء دخان الحريق.